الوفاء من الأشخاص اللي صارت مستكترة على حالها أنا تفرح. دايماً دموع، دايماً دموع. شو في؟ ما في شيء بالحياة بيقدر يعوضنا عن خسارة الأم أو البي. صدق بس تروح الأم بتسكر باب الجنة. حاولنا قدر المستطاع نزرع الفرح بقلبها لوفاء. سبعت في أكثر؟ وينه؟ طوم؟ ترك علينا مع محمد قيس طيلة شهر رمضان الكريم 6:30 مساء على MTV.